السلام عليكم متابعينا الكرام، واهلا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة اسبامرز. سنتطرق اليوم ضمن دورة الربح من الانترنت الى كيفية جني مئات الدولارات شهريا. تبع طريقة الاشتغال اليوم في موقع مخالف لإيباي كلوب او ذلك الموقع المسمى ببوليبو الذي قمت بشرحه من قبل. طبعا هذا الموقع يعطيك عمولة تتحاصر عليها وفي ميزة رائعة افضل من موقع إيباي كلوب. هناك كثير من الاشخاص من واجهوا مشكلة استخراج اموال من موقع إيباي كلوب، لذا قمت بشرح موقع يعني بوليبو، موقع رائع جدا طبعا، ولكن هذا الموقع مخالف لذلك الموقع. طبعا حد ان نسحب من هذا الموقع 20 اورو، ولكن عند عملية التسجيل في هذا الموقع يعطيك 4 اورو بالمجان. طبعا انت يمكنك ان تجني الدولارات كثيرا، فهناك طريقة قام الكثير من الاشخاص بشرحها عبر موقع إيباي كلوب التي تقوم بإنشاء عبر الحاسوب الخاص بك، تقوم بتغيير الاي بي وتقوم باستعمال حساب ثانوي، وهكذا صديقي تقوم بعملية الشراء وتتحصل أنت على 5 أورو. طبعا هذا الموقع يعطيك 5 أورو حاليا لأنه قام ببعض التعديلات. يمكنك أن تجني دولارات شهريا لأن هذا الموقع حاليا ومن قبل يشتغل عليه كثير من الأشخاص، خلافا عن ذلك الأشخاص الذين يشتغلون لحد الآن في موقع إيباي كلوب ولم يأخذوا أموالهم. ولذا لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والآن نترككم مع الفصل التالي. إذا في البداية وقبل بدء الشرح أدعوكم للاشتراك بالقناة أصدقاء الكرام وتفعيل الجرس. إذا سنقوم بالتوجه إلى هذا الموقع، ستجدون الرابط الخاص بمرفق أسفل الفيديو. هذا الموقع لحد الآن لم يتم شرحه في المحتوى العربي، والميزة الرائعة في هذا الموقع أنه يتيح لك 5 أورو بمجرد عملية التسجيل. طبعا أنت مطالب بأن تجني 15 أورو أخرى، وذلك عن طريق الكاش باك التي تتحصل عليها أو العمولة التي تتحصل عليها. طبعا موقع سهل جدا أصدقاء الكرام وموقع رائع جدا وصادق وموثوق. هذا الموقع مماثل لموقع إيباي كلوب، لكن هذا الموقع فيه ميزة سحب الأموال بسرعة، يعني في مدة 24 ساعة تعطيك الأموال، لكن موقع إيباي كلوب كما تعلمون أنه بطيء جدا، وهذا الموقع يعني مماثل لمواقع أخرى للكاش باك، لكن هذا الموقع لحد الآن لم يتم شرحه، لذلك قلت أنا لماذا لا أتطرق لهذا الفيديو؟ لأن معظم الأشخاص يتحدثون عن نفس المواقع الأخرى، ولكن اليوم أنا أقوم في فيديوهات في قناتي بنشر مواقع جديدة للعمولة، إذا سنقوم بإنشاء حساب خاص بنا، هنا سننقر على سوك كونكتي. طبعا لكل شخص لديه حساب ينقر هنا. بالنسبة لنا سنقوم بالنقر على جمانسكري. هنا جمانسكري، طبعا ننتظر لحظة. يعني موقع سهل جدا ورائع جدا أصدقاء الكرام، 5 أورو فقط بعملية التسجيل. موقع صادق وموثوق 100% وسيتيح لكم الربح إن شاء الله. طبعا الطريقة التي ستجني منها الدولارات وهي عن طريق أن تقوم بتغيير الاي بي وأن تقوم بشراء المنتوجات. طبعا أنت إذا اشتريت منتوج ستتحصل على نسبة معينة، ولكن إذا كان شخص اشترى عبرك ستتحصل أنت على عمولة عن ذلك الشخص. طبعا هنا ستقوم بفتح حساب، يمكنكم استعمال طبعا الفيسبوك أو أي يعني موقع تواصل آخر. مثلا هنا نقر أنا على حسابي استعمل الفيسبوك. هنا تنقر يعني تختار اما على الفيسبوك او مواقع اخرى، يعني لست مطالب بان تضع الايميل. يعني موقع رائع جدا اصدقاء الكرام، فلا تبخل علينا بضغطة لايك لانني اقدم فيديوهات وحصريا، يعني هذه الايام ساعود الى نشر الفيديوهات. طبعا مواقع رائعة جدا ساتطرق اليها للعمولة، يعني مواقع صادقة وهي من المواقع الاولى التي تتيح لك جني الدولارات وان تسحب اموالك في مدة وجيزة، يعني ليس مثل موقع إيباي كلوب. طبعا هنا كما تشاهدون كما يقول لنا الموقع يعطينا 5 اورو بعملية التسجيل فقط، سامبل اند رابيد، يعني طريقة سهلة وبسيطة. هنا 5 اورو فقط عند عملية التسجيل. طبعا كما تشاهدون هنا عندما تقوم بعملية الشراء هنالك يعني شركاء خاصة بهذه هذا الموقع المسمى بفانسي، هنالك شركات مثل بانجود، إيباي كلوب، عذرا قلت إيباي كلوب، يعني بانجود، جير بيست، مواقع اخرى مثل الي اكسبريس ومواقع اخرى يعني تقوم بالشراء منها. طبعا كما تشاهدون الحد الأدنى من هذا الموقع هو 20 أورو، يمكنك سحبه عبر تشيك أو فيرمو بانكير أو عبر البيبال. طبعا معظم الأشخاص يقومون بسحب الأموال عبر البيبال. كما تشاهدون هنا هو ذا هو الحساب الخاص بي. طبعا هنا سنختار الكاتيجوري، طبعا أنت هنا ستختار الشركة التي تريدها، مثلا هنا ننقر على هاي تيك، ثم مثلا يعني تقوم بالنقر عليها مباشرة وستجد مثلا إيباي، بانجود، جيك باينج وهذه المواقع. طبعا هذه الشركات التي تتعامل مع الموقع. كما تشاهدون هنا تتحصل على 7% كاش باك لألي إكسبريس، هنالك مواقع أخرى طبعا مثل أمازون، يعني أمازون غير متاح حاليا، يعني الكاش باك غير متاح، يعني قاموا بعملية بوز.
لها. طبعا كما تشاهدون هنالك بانجود 4.8%، وهنالك الكثير من الشركاء الخاص بهذا الموقع المسمى بفانسي، وهنالك الكثير من الشركات. طبعا انت لكي لا تبحث هكذا يمكنك هنا ان كان لديك شركة تعرفها تقر على جير بيست، طبعا هكذا مثلا جير بيست، تنقر على جير بيست ستجدون العمولة التي تتحصل عليها. طبعا انت ماذا مطالب في هذه النقطة؟ انت صديق الكريم هنا ستنقر على اكتيفي لغوميز. طبعا هنا ستقوم بعملية اكتيفي، بمعنى ستحاول الى ان تتحصل على العمولة عند عملية الشراء. طبعا ماذا ستفعل انت في هذه الحالة؟ انتم تعلمون ان هنالك طريقة شريحة عبر موقع باي كلوب. طبعا مدام هذا الموقع لحد الان لا يعرفه الاشخاص ولا يستعمله هذا الاشخاص، انت كن الاول في استعمال تلك الطريقة لتتحصل على اموال، لان الموقع يمكن ان يكتشف هذه الطريقة ان قام الاشخاص باستعمالها بكثرة وان يقوم بحظر الحسابات او ان لا يعطي الاموال. طبعا انت هنا ستقوم باستهداف هذا الموقع مادام هذا الفيديو يعني لن يتخطى 3000 يعني مشاهد او اكثر، لان ان كان هنالك الاف الاشخاص يقومون باستعمال هذا الموقع في نفس الطريقه التي تقوم مثلا بتغيير الاي بي وتقوم بانشاء حساب اخر وتشتري عبر الحساب الخاص بك، وهكذا تتحصل على عموله. العموله التي تتحصل عليها عن كل شخص هي 5 اورو في هذا الموقع. والموقع الاخر الذي قمت بشرحه هو موقع بوليفو. طبعا هذه مواقع رائعه جدا اصدقاء الكرام وسهله جدا. اذا انت ماذا ستفعل هنا؟ هنا تختار طبعا الكاتيجوري ان كنت تريد الشراء. طبعا هنالك اشخاص ليس لديهم اموال، ماذا سيفعل الشخص ان كان ليس لديه مال؟ طبعا انت صديقي الكريم قم بالذهاب الى موقع سناكلس او بيماك. انصحك بموقع بيماك، يتيح لك ان تتحصل على ارباح رائعه جدا. تقوم بتجميع بعض العموله الصغيره او الاموال، تقوم بانشاء حساب يعني غير مفعل، او انصحك بانشاء حساب مفعل، ثم مباشرة بعد انشاء الحساب المفعل تقوم بسحب الاموال الخاص بك، لان موقع سناكلس موقع موثوق ورائع جدا للربح بطريقه بسيطه جدا. هنالك شرح في القناه يمكنك ان تبحث عن الشرح ويمكنك استعمال هذه الطريقه. طبعا ساضع لكم الشرح اسفل الفيديو. اذا عندما تقوم بالدخول الى هنا تنقر على اكتيفي لوغوميز، يقوم بالتحول بك الى مثل هذه الواجهه. طبعا هنا انت تقوم بنقر اخذ هذا الرابط وتقوم بفتحه في متصفح اخر، تقوم بحذف الكوكيز، تغيير الاي بي، وتقوم بالشراء، وهكذا صديقي تتحصل على عموله 5 اورو من هذا الموقع. موقع رائع جدا صديقي الكريم كما تشاهدون، مثل لتلك المواقع الاخرى. اذا ماذا ستفعل عندما تتحصل على العموله؟ واين ستجد العموله الخاص بك؟ هنا تنقر على فوتر كونت. ننتظر لحظة أصدقاء الكرام. كما تشاهدون هنا مباشرة أعطانا الموقع 5 أورو، هذه هي الـ5 أورو. هنا السولد الحالي الخاص بي، يعني هذا السولد الخاص بي، ولكن هذا السولد أمبيد بمعنى ما زال لم يتم تفعيله، يعني يوم غد سأجد هذه العمولة أصبحت هنا يعني في الجينز ويصبح 5 أورو في الحساب الخاص بي. طبعا موقع رائع جدا أصدقاء الكرام. إذا طريقة الربح هي سهلة جدا كما قلت لكم، استعملوا نفس الطريقة التي تمت في إيباي كلوب، ولكن استعملوا طريقة بطريقة بسيطة وجزئية ولا تقوم باستنزاف الموقع. طبعا هناك من يشاهدون 100 شاة، يعني الناس تقوم تجد الشراءات الخاصة بك. بالنسبة لي لم أشتري شيء لهذه، لكن هذه العمول هذه الأرباح التي يعطيها لنا الموقع عند عملية التأجيل كما تشاهدون. يعني هنا ميزة في يعني الأراء الخاص بك، هنا ميغان دو باغيناج، هنا الأرباح التي تحصل عليها عبر رابط الإحالة الخاص بك. أنت ستربح صديقي الكريم 10% من كل ذلك الشخص الذي يشتري المنتجات. كما تشاهدون يعني موقع رائع جدا وسهل وبسيط جدا. هنا الكاش باك، يعني تقوم باختيار الكاش باك. موقع رائع جدا أصدقاء الكرام، وأنصحكم بأن تضعوا لايك لنا. إذا هنا ستجدون كلمة تشالنج. التشالنج هنا يقوم الموقع بعمل مسابقات للأشخاص الذين يقومون بجذب أشخاص عبر رابط الإحالة الخاص بهم ويقومون بالشراء. كما تشاهدون هنا المراتب الخاصة بالأشخاص وعن كل شخص. كما تشاهدون هنا ليس هنالك اسم عربي في هذا الموقع، بمعنى هذا الموقع لحد الآن لم يقم باستعمال العرب، لذلك أنت كن الأول في استعمال هذا الموقع. أو هنالك بعض الأشخاص القليلين الذين يحتكرون مثل هذه المواقع يقومون باستعمال تلك الطريقة التي في إيباي كلوب. لذا صديقي الكريم لا تبخل علينا بضغطة لايك. لايك صديقي وشكرا لك. إذا هناك من تشاهدون هذه طريقة اشتغال الموقع سهلة جدا. هنالك الموقع يتيح لك أن تتحصل على عمولة، كذلك أن تدخل في مسابقة وتتحصل على أرباح من هذا الموقع. كما تشاهدون المرتبة الأولى 50 أورو، المرتبة الخامسة 10 أورو. في كلتا الحالات أنت ستجني دولارات عبر هذا الموقع الرائع والجميل. بالنسبة للطريقة الثانية لمضاعفة الأرباح الخاص بك، قم بالدخول إلى هنا باراناج ثم ميزوتي.
طبعا هنا ستجد رابط إحالة خاص بك. هذا رابط إحالة قم بنشره في المجموعات. هناك الكثير من المجموعات التي قمت بشرحها أنا في يعني في القناة الخاص بي، ستجدونها طبعا في التدوينات. قم بنشر هذا الرابط إحالة في الكثير من المجموعات، وهكذا صديقي الكريم هذا رابط إحالة خاص بك سيتيح لك أن تجني دولارات. طبعا كل شخص تقوم بجلبه إلى هذا الموقع تتحصل 10% عن ذلك الشخص وتحصل طبعا الأرباح. طبعا طريقة رائعة جدا وموقع جميل جدا، فلا تبقى علينا بلغطة لايك. اما اخر شيء فهو طريقة سحب الاموال الخاص بك. تقوم هنا بالدخول الى جيستيون ثم بروفايل. هنا بروفايل تقوم بوضع البيانات الخاص بك، وهنا تقوم باختيار طبعا الباي بال او الفيرمو بانكير عبر الايبان. طبعا اذا كان لديك حساب بنكي يمكنك فتح حساب بنكي في اي بلد. طبعا هنا كارت كادو امازون وكذلك الشيك ياتيك الى باب المنزل صديقي الكريم، فلا تبخل علي بضغطة لايك لانني اقوم بفيديوهات وفيديوهات، ورغم انني يعني في الدراسة هنالك الكثير من الضغط. كما تشاهدون تقوم بوضع الباي بال الخاص بك، تقوم بوضع الايميل الخاص بك هنا ثم ميتخ اجور، وهكذا صديقي الكريم يصبح الحساب الخاص بك مؤهل لسحب الاموال. طبعا عندما تقوم بالوصول الى 20 اورو تقوم بالدخول الى جيستيون ثم بايمون. هنا بايمون طبعا ستجد الارباح الخاص بك. هنا انت هنا تقوم بسحب الاموال الخاص بك. طبعا كيف ستقوم بسحب الاموال الخاص بك؟ عندما تصل 20 اورو ستصبح مؤهل لسحب هذه الاموال. كما تشاهدون هنا يعني ستظهر لك بوتون دو بايمون عندما تصل الى 20 اورو. طبعا كما تشاهدون هنا بريمير يعني كل شهر كل 10 من الشهر اول من الشهر او 10 من الشهر تحصل على الاموال الخاص بك من هذا الموقع الرائع. طبعا موقع رائع جديد وحصري وحصري في القناه، فلا تبخل صديقي علي بمشاركه هذا الفيديو وتعليق تحفيزي للقناه. والى اللقاء. والى هنا متابعينا الكرام وصلنا الى نهايه الفيديو، فان كنتم زوار جدد او لا تعرفون القناه من قبل ندعوكم للاشتراك بالقناه مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. كذلك ندعوكم لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بقناتنا، هناك كثير من الفيديوهات التقنية والربحية التي ستفيدكم. كذلك ندعوكم للدخول إلى المدونة الخاصة بنا، هناك كثير والكثير من المواضيع الربحية والتقنية التي ستفيدكم إن شاء الله. والآن نترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة السبامرز.